عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج رواد النجاح. كما عودناكم في كل عدد راح يحضر معنا ضيف مميز يشاركنا معه قصة نجاحه داخل دولة الإمارات. رحبوا معي بالسيد محمد صاحب محلات البيت الرياضي العصري. أهلا وسهلا بك سيد. أهلا بك. أهلا وسهلا بك. نعم. شكرا على قبولك الدعوة. الله يسلمك. الله يسلمك يا رب. خبرنا شوية كيف كانت الانطلاقة، يعني بداياتك قبل ما تكون عندك مجموعة محلات. السبب النجاح أولا الوالدي اللي كان في المجال هذا فتح المجال واتاحنا الفرصة ونحن دخلنا المجال هذا. الوالد كان في نفس المجال يعني أو تجارة بصفة عامة؟ لا، الوالد كان في التجارة العامة. بصفة عامة يعني في التجارة كان. ما كانش موجود الشغل مجال الرياضة، واحنا دخلنا في مجال الرياضة تقريبا في 86 في 1986 داخل دولة الإمارات. داخل دولة الإمارات. وكان عندنا محل، والحين الحمد لله في أكثر من محل. في أكثر من محل. طيب أوكي، بنتخصص شوية في المحلات. فيك تخبرنا على كل محل، يعني خدمات اللي قدمها، البضائع، نوعية الزباين، إذا عندكم شيء تختصوا فيه يعني شيء مميز. في عندنا تقريبا نتعامل مع الجهات الحكومية ومدارس والجامعة. في جامعات بالنسبة لللبس ولا الشوز، بالنسبة للأحذية الرياضية وملابس رياضية وخدمة الطباعة على التيشيرتات. وأكثر شيء نحن نتعامل مع النادي العين في طباعة الأرقام الفانيلات الفريق وطباعة الأسماء. يعني المحلات الثلاثة كلها نفس البضايع؟ لا لا لا، طبعا في محل عندنا مختص للملابس اللي هي بيت الرياضة، وفي عندنا محل ثاني الانتر سبورت، عندنا أجهزة رياضية والدراجات ومضمها الشنط والكور وحاجات ثانية. والمحل الثالث في عندكم محل؟ في محلات الثالثة عندنا تبع الشيلة وعباية طبعا، مختص لل مجال ثاني. مجال ثاني بس. نعم. طيب انت عندك يعني بتصنعه هون داخل الدوله ولا مستورد؟ لا، بنورد اكثر شيء. تصنيع في الدوله عندنا بس الطباعه، التيشيرتات وال يعني هذه التصنيع في الدوله، هذه اللي عندنا، لكن معظم بضاعتنا مستورده من خارج الدوله. طيب خلينا نعرف يعني نوعيه الزباين، يعني كيف في الشغل معاهم، يعني في اوردرات بيجوك المحل، يعني كيف التعامل؟ عندكم توصيل؟ عندكم خدمات ثانية؟ طبعا عندنا توصيل، وفي الناس بيجون في المحلات، وفي ناس عن طريق الانستغرام او اي سوشيال ميديا. السوشيال ميديا عندنا توصيل، مثلا طلب عندهم بنوصل لهم. وبالنسبه للاجهزه الكهربائيه نفس الشيء. نفس الشيء. بيع بس، يعني ما عندكم ايجار ولا هيك شيء؟ يعني لا لا، ايجار ما عندنا، كل البيع. طيب اكثر حدا سندك يعني في مشوارك، يعني غير الوالد؟ والله اكثر شيء والدي ساندني، وفي عندي شريك اللي نتعامل معه وبدينا فيه في المجال الرياضه، والدعم العائلي. والدعم العائلي طبعا اكيد. طيب في عندكم شيء مشاكل او عقبات يعني بتواجه؟ لا الحمد لله، هني ما عندنا اي مشاكل ما دام نحن عايشين. حتى بالنسبه للامن، يعني انتم محلات بتضلوا فاتحين وقت متاخر يعني؟ طبعا نحن هني الله يطول بعمار الشيوخ والمسؤولين الدولة، الله يحميهم. نحن في أمن كامل الحمد لله رب العالمين، وتحت ظلهم ما عندنا أي مشاكل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا رب. طيب في عندك شيء مشاريع، يعني خطط مستقبلية؟ طبعا أكيد كل واحد يعني عنده خطة مستقبلية. نحن بعد في مجال شغلنا عندنا تطورات ثانية، خدمات يعني للزبائن أريح،
بنحاول يعني نتواصل مع زبائننا عن طريق الوسائل الاجتماعية. بنوصل لهم البضاعة وبنسهل لهم الأمور. وفي عندكم يعني توصيل ولا خدمات أو زبائن خارج نطاق العين يعني ولا؟ طبعاً عندنا خارج، حتى خارج الدولة عندنا. دول الخليج. في الدول الخليج نعم. كيف يكون تواصل معهم يعني؟ والله معظم عن طريق شو اسمه، عن طريق التواصل الاجتماعي أو عن طريق التلفون. عندنا نحن نتعامل مع أندية خارج الدولة، وأكثر شيء في تقريبا في سلطنة عمان، ومعظم أوقات في البحرين. شكر لأي حدا بدك. طبعا نشكر الشيوخ والمسؤولين دولة الإمارات على دعمهم لنا وعلى هذا الأمن اللي نحن عايشين فيه. أكيد على التسهيلات اللي يقدموها في المجالات كلها يعني. نعم بنتشكرك أستاذ محمد. شكرا لك. إن شاء الله بنشوفك في لقاء تاني إن شاء الله. كل شاء النجاح والتوفيق. شكرا لكم على إتاحة الفرصة، وأشكر قناة سماها العين. تسلم. مشاهدينا كنتم معنا في عدد مميز، نلتقي الأسبوع المقبل في حلقة جديدة. دمتم في رعاية الله وحفظه.